تتويج بالميدالية الذهبية ضمن فئة أطيب الأجبان، هكذا استطاع جبن القفص البوسعدي تأكيد مكانته ضمن أجود الأجبان العالمية في المسابقة الدولية التي أقيمت مؤخرا بفرنسا. الحمد لله، وفقنا الله في المشاركة في المسابقة السادسة للأجبان العالمية بفرنسا بتور، التي دخلنا بها بمنتوج جبن القفص الذي أثبت مكانته وجودته مع الأجبان العالمية. الحمد لله، يعني بالله وفضله الجبن القفص البوسعدي حقق جائزة كبيرة، احنا نقولوا انه اثبت جدارته ومكانته بين الأجبان الأوروبية. جبن مصنوع محليا بوسائل تقليدية، منتوج جزائري من عمق تراث منطقة بوسعادة، لا يزال يحافظ على شكله وذوقه العتيق. جبن القفص هو عبارة عن حليب ننتج به جبنة بقر أو ماعز، يخثر ثم يقطر ثم يلف في الأعشاب. إنه جبن طبيعي صحي، لا يوجد فيه أي إضافات، لا يوجد فيه أي نكهات صناعية، هو كل شيء طبيعي المهم للإنسان. نقولوا الأيادي الجزائرية أي احنا نقولوا بدأت تتفنن في صناعة الأجبان وكامل في كامل ربوع الوطن، وإن شاء الله نروحوا بهذه الفكرة البعيد، وإحنا نقولوا هذه الفكرة ماهيش محصورة فقط على الأوروبيين، الحمد لله ثقافة الأجبان بدأت تنتشر في الجزائر. تنوع ثقافي من تراث الأجداد دفع السيد محمد إلى الاستثمار في مجال الحليب ومشتقاته ليبدع بأجود أنواع الأجبان بأياد جزائرية محلية. أما بالنسبة للقفص المصنوع من حلفة والقفت والكليل الجبلي، هو عبارة عن ذوق وحافظ، لأن الأعشاب الجبلية هي عبارة عن أعشاب طبية صحية تقدم لنا أذواق وتقدم لنا مواد حافظة للحليب والجبن. اقتحام الأجبان الجزائرية